في حدث لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 100 عام، العاصفة القنبلة، هي عبارة عن اصطدام الهواء القطبي والمنخفض القطبي القادم من القطب الشمالي بالمنخفض القادم من المكسيك، شكل ما يشبه القنبلة، فجرت الثلوج على أمريكا وكندا في مشهد نادر الحدوث. منذ 100 عام لم يحدث مثل هذه الموجة الثلجية الكبرى الهائلة. لقد شلت الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية شللا شبه تام، خاصة في مناطق نيويورك والمناطق الشمالية حتى حدود المكسيك. درجات الحرارة وصلت إلى 52 درجة تحت الصفر. تجمدت الحيوانات مكانها كما نرى أمامنا، حتى الطيور تجمدت على الأشجار، هناك فندق تجمد بالكامل، والسيارات والبيوت غرقت تحت الثلوج. هل هو التغير المناخي سبب ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية ومناطق مختلفة حول العالم؟ إن هذه العاصفة الثلجية، عاصفة القنبلة التي اجتاحت الولايات المتحدة، تنذر حسب خبراء الطقس بعواصف شتوية أسوأ خلال السنوات القادمة.